بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في القرآن الكريم آيات فيها بشرى وآيات فيها إنذار، وهذه من الآيات التي فيها بشرى وإنذار. يقول عنها شيخنا الأمين الشنقيطي أنها أرجى آية في كتاب الله. ومن أجمل ما قيل في معانيها هو قول إبراهيم بن أدهم إذ قال: السابق مضروب بصوت المحبة، مقتول بسيف الشوق، مضطجع على باب الكرامة. والمقتصد مضروب بصوت الندامة، مقتول بسيف الحسرة، مضطجع على باب العفو. والظالم لنفسه مضروب بصوت الغفلة، مقتول بسيف الأمل، مضطجع على باب العقوبة. وهي أرجى آية لأن عبد الله بن عباس يقول أنها نزلت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فظالمهم يغفر له ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب. فالظالم لنفسه ألامه في غفلته وقتله في طول الأمل، فمن أطال الأمل أساء العمل. مضجعه على باب العقوبة يوشك أن يعاقب. وأما حال المقتصد فندمه على الذنوب كأنه صوت يجلد به، وحسرته على المعاصي كأنها سيف يقتله، وهذا من التوبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. فهذا المقتصد مضجعه على باب العفو. وأما السابق فمضروب بصوت المحبة، مقتول بسيف الشوق، مضطجع على باب الكرامة. وهذه درجة فوق الشرح يعرفها العارفون، وليس الخبر كالعيان. فهذه آية جاءت تنبه الغافلين وتطمئن النادمين وتبشر المحبين، فعلينا أن ننظر لها ولنعرف قدر أنفسنا منها. فرحم الله امرئ عرف قدر نفسه فسعى لخلاصها، والنجاة بها من النار ودخولها الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.